أثار اغتيال مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي أثر موجة غضب رسمي وشعبي من انتشار السلاح المنفلت في العراق والذي أصبح يهدد الجميع دون استثناء فالمدير تم اغتياله بإطلاق نار عليه من قبل متجاوزين خلال حملة لرفع التجاوزات نفذتها الدائرة ناشطون عراقيون شنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ويقول علي فاهم جماعة متجاوزة على القانون والنظام تغتال مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي الذي اراد رفع التجاوزات هذا ويعيد اغتيال مدير بلدية كربلاء موضوع العشوائيات والوافدين الى محافظة كربلاء الى الواجهة مرة اخرى حيث شكا اهالي كربلاء من ملف العشوائيات الذي بات مرتعا للسلاح المنفلت واوكار للعصابات الخاصه بالمخدرات والقتل والخطف بحسب اهالي كربلاء ويقول اهالي كربلاء ان سكان هذه العشوائيات اغلبهم وافدون الى المحافظه من محافظات اخرى اخلوا بالنظم الاجتماعيه في كربلاء وادخلوا اليها عادات وتقاليد مجتمعيه لا تمت لتقاليد كربلاء بصلة وياتي ذلك فيما كشفت مصادر مطلعه عن حرب بين الاحزاب للسيطره على مناطق التجاوزات حيث ان اغلب المناطق المتجاوز عليها تقع تحت سيطره الاحزاب والاراضي تم بيعها من قبل جهات متنفذه الى المواطنين الفقراء الذين لا يملكون الاموال الكافيه لشراء بيوت في المناطق السكنيه او تم تشييد مبان تجاريه تابعه لشخصيات حزبيه وسياسيه عليها وتؤكد المصادر ان الاحزاب تتقاتل على المناطق المتجاوز عليها لانها تعتبر مصادر للتمويل فايرادات المحال التجاريه لها وايضا تستحصل على ايرادات من نصب المولدات الاهليه ومضخات المياه والجبايه من المنازل لايصال الخدمات لها وتشير إلى أن حملة الحكومة لإزالة التجاوزات كانت متأخرة لأن هناك من يدفع باتجاه الإبقاء على التجاوزات التابعة للأحزاب مبينة أن الأحزاب لن تتخلى عن التجاوزات لأنها مصادر لتمويلها